مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة عبر قناة الجزيرة المباشر. أنا أتواجد الآن في مصنع حجازي للحصر البلاستيكية والتي يتم صناعتها من المخلفات البلاستيكية الموجودة في قطاع غزة بعد أن تعذر صناعتها أو استيراد هذه المواد البلاستيكية التي يتم بها صناعة هذه الحصر بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة، وأيضا إدخال الصبغات الخاصة بهذه الصناعة الموجودة في القطاع. لكن على الرغم من ذلك، هذا المصنع يعمل بالمخلفات الموجودة التي يتم إعادة تدويرها واستخدامها لصناعة الحصر البلاستيكية. معي صاحب مصنع حجازي الأستاذ حمدي حجازي. بداية أستاذ حمدي، يعطيكم العافية. عافاك الله، أهلا وسهلا، شرفتونا بكل القنوات الفضائية. حياك الله. أود أن أسألك في البداية، أعطينا نبذة بسيطة عن هذا المصنع. هذا المصنع أنشأ في 87 على أيدي وأيدي عمي وإخوتي كمان، والحمد لله تطور، بس الإغلاق هو اللي سبب المشاكل كلها، والكهرباء إغلاق، ما فيش تصدير للبضائع، زائد منع المواد الخام تدخل قطاع غزة اللي هي مادة البروبلين أو البوتلين أو الإيثيلين أو أي مادة بلاستيكية تنزل، زائد الأصباغ تبعتها ونوع تمرق، مع أنها لا تدخل في أي صناعات حربية. واستعوضنا على ذلك بالهي المخلفات اللي هي مثل صواني الاكل او براميل البوليسيد او المخلفات اللي هي مصنوعه من البروبلين، والحمد لله نجحنا في ذلك وأننا مستمرين على قدم وساق. يعني الان هذه المخلفات الموجوده في الشوارع يتم تدويرها وصناعه هذه الحصر بهذا الشكل الجميل. يعني هل من سبب لمنع المواد التي ذكرتها من قبل الاحتلال؟ هي سبب الى تضييق الخناق على قطاع غزه وتفليسه اقتصاديا، لا اكثر من هذي. بس يعني ما بتدخل هذه المواد ولا باي شكل، ما بلاستيك ايش بتقول بينفع فشكه او صاروخ او شيء، ما بينفع الشيء هذا. طيب على صعيد هذه الصناعه، لو وضعت المشاهدين في مراحل عمل الحصر البلاستيكيه في هذا، نعم، تبدا بصناعه الحصير اولا من تدوير المخلفات، جرشها الى حبيبات ناعمه، ثانياً الغسل بالمواد الكيماوية لتنظيفها من القاذورات اللي فيها حتى تطلع في حالة جيدة وشكلها، بعدين بتطلع فوق لماكينة التحبيب بتحبيب بتطلع مادة بروبلين، بعدين بعد التحبيب هذا بنزل على ماكينة اللي هي الاكسودر اللي زي هذه بتطلع قش، وبعدين بخش على الماكينة على النسيج بتطلع حصيرة جاهزة، بعدين بروح على القص بتطلع حصيرة جاهزة للمستهلك، ومادة ممتازة جدا لأنه بلاستيك هذا. هي في متناول الجميع، متناول جميع فئات الشعب غني أو فقير، وتنفع لكل حاجات الشعب لانها ماده بلاستيكيه ما بتدوبش من الرمز ولا بتطير زي الموكيت، يعني فيش فيها شيء حدا. طيب في على صعيد الاستهلاك، انت الان قلت انه التصدير متوقف. نعم. كيف الاستهلاك؟ الاستهلاك المحلي تقريبا ثلث انتاج المصنع في بوسالك في غزه. فبنشغل على الهواء الاستهلاك القطاع بس، ما بنقدرش نشغل اكثر من كده لانه بتتكوم عندنا بضاعه وين نوديها. كم كانت النسب في موضوع التصدير التصدير بقى حوالي 80% من تاج المصنع على التصدير للضفه الغربيه او اسرائيل اللي هو عرب ال 48. هلقيت كله في غزه، ما فيش تصدير. كم كان عدد الحصر التي تقومون بتصديرها؟ يعني نريد نسبه مثلا. الان توقف 80% من تاج المصنع بقى يروح برا على التصدير. 80%؟ هلقيت كله توقف، هلقيت كله 80% وال 20 متبقيه بضل في قطاع غزه، فبيشغل احنا ربع انتاج المصنع بيشتغل، ربع. كيف اثر على الايدي العامله؟ على الايدي العامله بقت تشتغل حوالي 8 ساعات او 10 ساعات، هلقيت بس 3 ساعات و4 ساعات على الكهرباء، كهرباء فيش برضه. بدي اسالك في موضوع العمال، هل مثلا العدد اصبح قليل مقارنه بالسابق؟ طبعا حوالي ربع العمال انا عندي، هلقيتها بقى العمل عندي حوالي 45 عامل، هلقيت 20 عامل عندي، اثر عليهم جدا. العامل بقى يشتغل 8 ساعات و10 ساعات، لقيت بس 3 ساعات و4 ساعات على هو الكهرباء، والحمد لله هي اجت الكهرباء تو لسه. موضوع الكهرباء كيف بياثر عليكم على صعيد الاجهزه؟ يعني بعضها بيشتغل عماتور، في البعض الاخر تستطيع تشغله على مكان. صحيح، انا عندي مكن اللي هي مكن التحبيب او القش هذا اللي عندي، هذه بدها حوالي ساعه ونص لما تحمى، من 3 ساعات بصفي لساعة ونص، فيش عندي انتاج لها، فبطفيها بطفيها بدها تشغل احسن لي. مكن التحبيب بدها ساعتين لما تحمى، لانها ماكينه كبيره. من 3 ساعات صار لي ساعة، لا والله بطفيها أحسن لما تشتغل، لأنها مخسر على البحث على الفاضي. ما هذا بأثر علي وعلى المصنع كله. طيب الآن على الرغم من ذلك، أنتم ممكن الحديث أنه تتحدون هذه المعيقات وتنتجون هذه المنتجات.
طيب ما هي تطلعاتكم في المستقبل؟ تطلعات انه ان شاء الله في المستقبل القريب تزيد كميه الكهرباء اللي داخل قطاع غزه، واحد ثاني ان يفتحون المعابر لتصدير البضاعه، لانه انتاجنا ان شاء الله جيد جدا، يعني اجود من الصناعات اللي هي مستورده من برا، اللي هي من مصر او من تركيا او من الاردن، حصولها جيده جدا وصدرنا منها وكل الناس تعرف، حتى اتحاد التجاره والصناعه بيعرف الكلام هذا، لكن مشروع لابيدنا واللي بدهم حيله على هواء اغلاق المعابر والكهرباء. هل ممكن تعطينا نسبه خساره مثلا تعرضتم لها؟ احنا بقينا نشتغل حوالي 100% مصنع فل، حقيقة بنشتغل حوالي 25 او 20%، فهذه خساره للمصنع، لصاحب المصنع وللعامل في نفسه، زائد للحكومه برضه لانها ما بتدفعش ضرائب، يعني انت بتخفض من نسبه اجور العمال بتخفض؟ لا، الاجاره هو بس ساعات العمل اللي هو بيشغلها ربع ساعات بيبقى يشغلها زمان، يعني بيشغل قد 3 ساعات من 10 ساعات ل 12 ساعه، هذا بأثر من اجاره او تكلفه لعياله. طيب في ظل ما يحصل الان في قطاع غزه من مشاكل سياسيه ادت لموضوع الكهرباء، وشو رسالتكم كاصحاب مصانع؟ احنا اصحاب القرار في قطاع غزه او في الخارج انه يفتحوا لنا المعابر او يزودونا بكميه الكهرباء اللازمه لتشغيل المصانع عندنا، لانه الصناعه في قطاع غزه تدمرت. يعني افتحوا لنا المعابر عشان نصدر انتاجنا وكهرباء عشان نعرف نشتغل بس. بالنسبة للجمهور الفلسطيني كيف رضى على المنتج؟ الجمهور الفلسطيني ما شاء الله، يعني الحصيرة بياخذها ولا معاه خبره، لأن عارفها أنا منتج وطني وممتاز جدا. كم سعرها متوسط؟ يعني في سعر فيها 30 شيكل، في 25 شيكل، في 50 شيكل، على هو مهم، يمكن بيفرز صالون كبير أو جامع أو شيء، ببيع له سعرها وعلى هو إنتاجها. الحاج بالنسبة للمكن هذا من وين استوردته؟ هذا المكن استورناه في اليابان في سنة 87 وجددنا في سنة 90، بعدين في 94 جبنا كمان المكن. يعني هذه مهنة قديمة. قديمة جدا، نعم، أبا عن جد أخذناها. نواصل هذه الجولة في مصنع حجازي للحصر البلاستيكية، طبعا سأتحدث مع عدد من العمال أو أحد العمال الموجودين في هذا المكان. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. أود أن أسألك عن كيفية العمل في هذا المكان في السابق واليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول إحنا هذا مصنع حصير من النادر الموجود في فلسطين منه، يعني عدة مصانع الموجودة في فلسطين منه، يعمل على عادة تدوير البلاستيك، يعني إحنا بنجيب البلاستيك خام بنظبطه بنعمله خام بيطلع بعد هيك الحصير على المكان هذا. طبعا في السابق كان في المادة الخام أرخص، فكان الوضع طبعا ما فيش حصار، فكان الأمور أفضل من كده. الآن في حصار في انقطاع التيار الكهربي، الأمور صعبة شوية. على صعيد العمال، يعني هل هم يمتهنون هذه المهنة ولا الوضع الاقتصادي يجعلهم يعملون فيها؟ بعض العمال هم من السابق كانوا، يعني لهم عشرات سنين 20 سنة تقريبا في المصنع هنا، وهم يمتهنوا هذه المهنة. في بعض العمال الوضع الاقتصادي الصعب والحصار هو اللي جعلهم يجوا يشتغلوا في الأعمال. حضرتك خريج مثلا؟ نعم، متخرج من كلية تربية تخصص كيمياء. طبعا لا مجال للعمل فلجأت الى المصنع. طبعا فرص العمل ضئيله، ارتفاع عدد الخريجين، الحصار الموجود على الحكومه ادى الى انه بعض مش يعني انا لحالي، خريجين كثير بيعملوا في المجالات هذه حتى يستطيعوا انه يقيتوا يومهم ويؤدوا الحاجات المطلوبه عليهم. اذا مشاهدينا هذا واقع احد المصانع التي تكابد وتعمل على الرغم من المعاناة التي يتعرض لها أصحاب المصانع. طبعا تحدثنا أن إغلاق المعابر جزء مهم من خسارة هؤلاء، أيضا قضية الكهرباء وأثرها البالغ على الأجهزة التي تعمل، إضافة إلى ذلك أن الأيدي العاملة أصبحت قليلة في هذا المصنع، ونحن بذلك نتحدث عن بطالة جديدة في صفوف العمال. في النهاية ما يأمله هؤلاء أصحاب المصانع على اختلاف مسمياتها واختلاف صناعاتها هو أن يكون هناك فتح للمعابر، أن يكون هناك توفير للكهرباء حتى يكون الاقتصاد الفلسطيني أو عجلة الاقتصاد الفلسطيني تسير وإن كانت ببطء على الأقل. هذا هو مصنع حجازي لصناعة الحصر البلاستيكية، والذي كما أسلفنا تغلب على مشكلة عدم توريد المواد اللازمة لصناعة هذه الحصور باستخدام المخلفات الموجودة في قطاع غزة وإعادة تدويرها وصناعتها من جديد. مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.